السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد، ودائما رانا مع يوميات فلاح. اليوم راح نقوم بتقليب هذا المكان، وراح ندير لهذه الطريقة حتى أقضي على الملوحة اللي راهي فيه. كيف راكم تشاهدوا هنا، هذه السريحة فيها الملح كثيرا، أو كيف نقول هنا مصبخة بهذا الشكل. هنا راني قمت بتقليبها، وبعدين بعد اللي قلبتها راح نخليها بهذا الشكل مقلبة، وبعدين نمرر فيها الماء. راح مباشرة نمرر فيها الماء، اليوم الآخر راح ترجع تخف منها الملح بالتدريج تدريجيا، كل يوم نسقيها حتى تروح هذيك الملوحة. هذه السريحة الأخرى كانت بهذا الشكل، كانت كما الأولى كيف راه يظهر الآن، مصبخة ومالحة. درت لها هذه الطريقة، هنا راهي تختفي الملوحة بالتدريج. كيف راكم تشاهدوا الآن، الملوحة راهي تختفي بالتدريج. راح نروح نقلب هذه السريحة، ومن بعدين نرجع لها الماء، ونوريكم الطريقة كيف نقضوا على الملوحة المرتفعة أو الصبخة اللي تكون في الأراضي الزراعية. وكاينة طريقة أخرى، وهي أنك تجلب الرمل الأصفر، حتى هو راح يخفف من الملوحة نتاع الأرض، واللي ما هوش في إمكانه يجلب الرمل يدير هذه الطريقة، راح تكون نافعة، ومن أفضل استعمال هذه الطريقة للقضاء على الملوحة في فصل الصيف. وهي بهذا الشكل مقلبة، راح نمرر فيها الماء ونخليها تملأ جيدا، وراح تروح هذيك الصبخة أو الملح الزائد. Thank you.
انهيت تبراد هذا السرايح. هذه كمرحله اولى وراح نرجع لهم يوم اخر بعد اللي جفوا تماما من الماء، نعاود لهم تقمان اخر ونرجع لهم نفس العمليه نعاودها مره اخرى، ومن بعد نعاود لهم تقمان اخر وراح يولوا صالحين للزراعه ان شاء الله. ينال اعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.